عسلامة ومرحبا بكم مشاهدي قناة صوت الساحل. اليوم روبورتاج خاص باش نحكيه قصة نجاحة بضيفتنا مدام هاجر. هي ممثلة جمعية المرافقة والانطلاق بالطفل المتوحد بمساكن. اليوم احنا في مكان مميز هو انجاز مشروع مركز للجمعية. مدام هاجر باش تحكينا على المركز هذايا، مازال احنا في التحضيرات نتاعو. المركز هذا هو قايد لانشي كما قاعدين تشوفوا، تقريبا كملنا الاشغال الكبرى، الجروزيفر الكل كملناه، دونك توا قاعدين نحضروا باش نبداو في الفينيسيون باش نكملوا، ولو انه توا الاشغال واقفه على خاطر نستناو في التبرعات. ماك تعرف الاسوسياسيون تعيش كان بالتبرعات، وان شاء الله نوصلوا كما قلت نكملوا في يوت 2017. مساحته المركز حسب التقريب كما نشوفوا لهنا، قاعدين نشوفوا في البلان تاعو، هذا هو مثال التهيئة. المساحة نتاعو 1000 كيلومتر، قلت 1000 متر مربع، 1000 متر كاري. على المساحة هذه فما تقريبا أكثر من 600 متر مربع على يعني كوفير مغطي. هنا كي تشوفوا معانا لونتري نتاعو، لي دو اكسي هنايا اللي هو هنا باش تحط البوس، هنا الاكسي نتاعنا. هذه زون ادمنستراتيف هنايا وين نستقبلوا اللي يحضروا خدمتهم الاطار التربوي والاطار الطبي. دونك هنا كيف كيف فما هنا الاداره، هذه الكل زون ادمنستراتيف. هنا مني انفيرمري، مني سال بوليفالون، وهنا البارتي هذه الكل هي البارتي اديكاتيف اللي فيها الاقسام وفيها البيرو تاع البسيكولوج لورتوفوني. هذو مالي دو سالدو، هذه هي الكويزين، هذه هي الديبو، هذه هي لير دو جو، وهذه هي البلاصه اللي وين باش نعملوا الجارديناج والزوثيرابي اللي هي مهمه برشا في الـ في الـ في الـ في, الـ في المشروع وفي البريز ان شارج زيد نتاع صغير لوتيست. هذه هي البروميير ايتاج اللي احنا فيه، اللي نطمحوا له انه عفوا هذه ريتشوسي، هذا البروميير ايتاج اللي نطمحوا ان شاء الله باش نكملوه زيدا في ظرف وجيز، لان وقتها نوليو نجمو نستقبلوا دي ادوليسان وصغيرات اكبر شويه في العمر، اللي هي باش تكون فما اسباس نتاع اكتيفيتي فيزيك واكتيفيتي دو جروب، فما لي اتوليي، فما زيدا كيف كيف ان شاء الله نخمو انه باش نعملوا مركز دراسي للبراس بالاطفال المتوحدين. هذا الكل كما قلت يقف على التبرعات والناس الخيرين. يعني هذه الفساده بالعرض كيفاش باش تكون، باش يكون المركز يعني هذوما من برا كيفاش ان شاء الله باش يكون. هذا الاكسي الداخلين الداخل، وهذا الاقسام، هذا طبعا وين موجود المركز طريق الوردانيين بياض مسيكل. هذا هو تجمو تعمل دورة فيه، على أمل أنه نجي ونعمل دورة فيه وقت اللي يكون حاضر ويكونوا صغيرات موجودين على عيد الباكي إن شاء الله. هكا وفهم صغيرات يدولوا معهم والإدوكاتور نتاعهم يكون موجود، فهمني شوف الصالة ما فيها حد شيء، علاش باش الصغير من الأول ياخذوا على الصالة نتاعو وباش نفتحوا المجال دوطخ أكتيفيتي تكون برا ولا خارج المركز.